صباح الخير يا وطن، صباح الخير مشاهدينا من مطلع الشمس وتحديدا عبر شاشة تلفزيون الفجيرة. نلتقي وياكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا وطن، اللي طبعا كالعادة راح نرافقكم من خلاله من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 بظهرا طبعا بتوقيت الإمارات. اليوم مواضيعنا مختلفة ومتعددة كالعادة، راح نتطرق إليها إن شاء الله خلال الحلقة، ولكن في بداية كل صباح ومع كل صباح نحب مشاهدينا أننا نتشارك وياكم أبرز وأهم الأخبار طبعا، حيث احتفل العالم أول أمس باليوم العالمي لذوي الإعاقة وأصحاب الهمم، كما أطلق عليهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. عندك طبعا مشاهدينا، عندنا هذا اليوم مميز وخاص وبالنسبة للجميع، بالنسبة للعالم، كل يوم 3 ديسمبر من كل عام هذا اليوم خصص لأصحاب الهمم، وطبعا من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم أصحاب الهمم. أكيد هذا اليوم يهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز الوعي وثقافة المجتمع في فهم قضايا الإعاقة، كما يدعو أيضا إلى زيادة الوعي في قضية دمج أصحاب الهمم في الحياة اليومية وفي كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. والحمد لله اليوم دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة تهتم بهذا الأمر وتتصدى أيضا لقضايا وحقوق أصحاب الهمم، كما أيضا تقدم لهم الدولة وشيوخنا الكرام كل الدعم في كل مراكز الإعداد الخاصة بهم. وبالفعل ولله الحمد مجتمعنا أيضا يراعي فكرة وقضية دمجهم وسط الحياة، وأيضا استغلال هذه الطاقات الكامنة فيهم على النحو الأكمل. بالتأكيد نحن نهنيهم ونبعث لهم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا اليوم المخصص لهم ولكل أصحاب الهمم. مشاهدينا كالعادة ومع كل صباح خلونا مع بعض نروح نصبح على زملائنا وعلى الزميلة بتول. يسعد صباحك بتول. يسعد صباحك خلود. الإعاقة هي بالفكر وليست بالجسد. كم صحيح. من حدا عنده احتياج من ذوي الاحتياجات الخاصة أبهرنا بتحدي للإعاقة الجسدية اللي نحن ممكن ننظر له بأنه هو شخص غير قادر أو ناقص أو غير كامل ليصنع شيء، لكن نحن الناقصين. صحيح. نحن الغير كاملين قادرين يعملوا أشياء كثير نحن ما قادرين نعملها. تميزوا في أشياء وأبدعوا في أشياء أفضل عن الأصحاء، والحمد لله بتول إنه إحنا اليوم نراعيهم طبعا ونقدرهم ونلتمس فيهم كل هذا التميز كل يوم، مو بس في هذا صحيح. اليوم طبعا الذي خصص لهم. وفعلا هي في الأخير الإعاقة الحقيقية، هي الإعاقة بالفكر العقلية. يعني شيء كتير مهم إنه نحن بكامل صحتنا وأحيانا بنقول إنه ما بقدر أعمل هذا الشيء فعلا، أو نتكاسل بكامل صحتنا، ما في شيء بيمنعنا، ورغم هذا الشيء نحن بنتكاسل. لكن أصحاب الهمم عندهم تحدي وإصرار ليثبتوا أنه هن قادرين يعملوا أي شيء. هذا بحد ذاته كفاح، نحن بنوجه لهم أكبر تحية. أكيد بدي أقول صباح الخير للشيف وديع. صباح النور وسرور بتول. صراحة بضم صوتي لصوتكم، وطبعا دولة الإمارات فتحت لهم باب العمل، يعني قد ما هن مبدعين يعني في مجال العمل، يعني بصراحة يعني أول شيء بالزمان كانوا ينظروا له النظرة يعني إنه هذا معاق يعني كذا، يعني في بعض الناس كانوا يسبوهم يورجوهم، هلا بتلاقي ما شاء الله يعني أوايا في العمل، وبعدين فتحوا له المجال. دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها يعني فتحت له مجال العمل، بتلاقيهم عندهم وظائف الناس وخلتهم ينخرطوا بالمجتمع، بتلاقيهم يعني ما بتعرفيهم هذا معاك أو مش معاك. طبعا بشيء لنا الفخر والسرور يعني
بحكومة الإمارات و... طبعا نحن نوجه لها تحية كبيرة. نعم. لأنه لولا دعم حكومة الإمارات. نعم. لهذه الفئة من الأشخاص لأصحاب الهمم مهمشي. كانت أكيد مهمشي. نحن ما كنا قدرنا يعني طبعا أكيد نحن بدنا نذكر بأنه بدولة الإمارات العربية هو يوم العالمي للمعاق عالميا 3 ديسمبر، لكن دولة الإمارات العربية المتحدة غيرت المسمى إلى أصحاب الهمم. هذا الشيء طبعا أطلقه الشيخ محمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه بإطلاق أصحاب الهمم على ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا أكبر دليل على أنه هنن ما بينقصن شيء عن أي شخص عادي. طبعا طبعا هي أهم شيء، واليوم العالمي للإعاقة. وبعدين طبعا مثل ما بتعرفوا يعني عندهم قدرات خارقة. طبعا أصحاب الهمم هني صاروا منخرطين بالمجتمع، وما شاء الله عليهم يعني ما أشتعر فيهم من الله. صحيح. طبعا اليوم احنا مشتاقين نبغى نعرف شو الطبخ اليوم. بدنا نصبح على خلود قالك صباح الخير. وطبعا اليوم عاملين بما انه الدنيا صارت برد وعملنا شوربة القمح. عدس، لا تقول لي عدس، شوربة القمح. هريس، مثل هريس. ولانه اليوم دائما العالم هلا في بياخذوا شوربه قبل ما يبلشوا بالبلا دجور بصحن اليومي، لهالسبب نحن حبينا نعمل لهم اليوم شوربه القمح مع الخضار، وعاملين لهم دجاج كمان جراتينيه بالكريمه والخضار البروكولي يعني ما شاء الله طبخاتك شايف كلهم بيعطوا مناعه بالشتويه. فيهم بيعطوا مناعه كثير، وطبقين صحيين. وننصح العالم يعني خفاف وطيبين، وبنرجع لك يا خلود وصباح النور والسرور. وعلى ذكرك الشتاء والاجواء البارده، شايف يبغى لنا يوم نخصص يوم نحضر فيه الاكلات اللي بتدفي الجسم وبياكلوها عاده الناس والعيال بالشتاء، يعني بالزبط. مثل العدس والسحلب كمان. نعم. سحلب. ان شاء الله رح نرجع له ان شاء الله مشاهدينا خلال الحلقه اليوم. مثل ما ذكرنا في البدايه مواضيعنا متعدده ومختلفه، وفي بدايه مواضيعنا وفقراتنا راح نخصص طبعا الحديث عن اليوم العالمي لاصحاب الهمم مع ضيوفنا اللي راح يكونوا موجودين معنا اليوم. ايضا من ضمن الفقرات راح نتعرف على فيلر او بوتوكس الاسنان، وايضا مشاهدينا فقراتنا المختلفه من جمال صحه وفقرات متعدده ومتجدده نشوفها ان شاء الله خلال الحلقه. اما الان ومع بدايه هذه الحلقه ننتقل الى جولتنا الصباحيه لنتعرف فيها على اخر اخبار الصحف المحليه والاقليميه مع الزميله بتول. صباح الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. جولة جديدة على آخر أخبار الصحف واللي بيبدأها من صحيفة الخليج. برئاسة ولي عهد أبو ظبي ومنصور بن زايد نائبا للرئيس، خليفة يشكل لجنة للتعاون بين الإمارات والسعودية. وفي صحيفة الخليج وجه رسالة إلى المجتمع العلمي وشهد تخريج الكلية الجوية، محمد بن راشد نمضي بقيادة خليفة إلى الازدهار مسترشدين بنهج زايد. حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تنتظر من المجتمع العلمي أن يقوم بدور أساسي في دعم الجهود التنموية للدولة على الصعد كافة، وتنتظر من علماء الوطن إضافة نوعية إلى دورهم العلمي والعمل على تفعيل دبلوماسية العلوم وتعزيز التعاون الدولي ودعم التقارب والتسامح بين الشعوب. وفي الإمارات اليوم أنشئ في المرموم بكلفة بلغت 40 مليون درهم، محمد بن راشد يزور مستشفى دبي للجمال. وأبقى في الإمارات اليوم، محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدفعة 47 من المرشحين الطيارين والضباط الجويين في العين. وأبقى في الإمارات اليوم، استقبل وفدا من شرطة أبوظبي بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها محمد بن زايد. الدولة تأخذ بأرقى أساليب العمل الأمني.
الاتحادية للضرائب إضافة نسبة الضريبة يجب أن لا تتم قبل الأول من يناير عام 2018، تعديل رسوم البنوك استعدادا للقيمة المضافة. وأنتقل إلى الفجيرة اليوم، تمديد مدة التخفيضات المرورية في الفجيرة لـ90 يوما. وأيضا في الفجيرة اليوم التربية تطلق جائزة القائد المؤسس ترسيخا لفكر زايد ورؤى، حيث أطلق معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم جائزة القائد المؤسس 2018 بدورتها الثانية، وبحلة جديدة ومستحدثة تواكب الطموحات لترسيخ فكر ورؤى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه لدى جميع منتسبي الوزارة من طلبة وهيئات تعليمية. ومن البيان اخترت لكم مشاهدينا الخبر التالي، تطوير قلب صناعي نابض من السيليكون لأول مرة. في تفاصيل الخبر، نجح مجموعة من الباحثين في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زويرخ في ابتكار قلب صناعي مصنوع من السيليكون يحاكي القلب الطبيعي للبشر بصورة كبيرة، حيث اعتمد العلماء مشاهدينا على تقنية الطباعة المجسمة ثلاثية الأبعاد لتنفيذ القلب الصناعي الذي يزن 390 جراما فقط وفقا لتقارير متخصصة. وأوضح الفريق العلمي أن القلب الجديد شبيه للغاية من حيث التصميم بالقلب البشري الطبيعي، حيث يتضمن على سبيل المثال بطين أيمن وبطين أيسر، لكن القلب السيليكون لا يزال يحتاج إلى المزيد من الجهد والتطوير، حيث لا يمكنه حاليا العمل لسوى 3000 ضربة فقط، ما يعني نصف ساعة أو 45 دقيقة على الأكثر. أما الآن أنتقل إلى المركز الوطني للأرصاد، ومعي من هناك المتنبئ الجوي منصر الحميري. صباح الخير. أسعد الله صباحك وصباح كل من يتابع قناة الفجيرة. أهلا وسهلا فيك ونهارك سعيد يا رب. يعني على ما يبدو هناك أجواء رياح غيوم يعني مسيطرة على أجواء الدولة وخاصة في الفجيرة، يا ريت هيك تعطينا جولة على أحوال الطقس. إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، يسود البلاد اليوم طقس صحو إلى غائم جزئي، وتزداد كميات السحب المنخفضة على بعض المناطق، تكون ركامية أحيانا خاصة على السواحل الغربية والجزر، ويحتمل سقوط بعض الأمطار أحيانا. الرياح معتدلة السرعة على اليابسة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة، ونشطة السرعة أحيانا فوق البحر. هذا وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة؟ نعم، بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة للمدن الرئيسية بالدولة، تتراوح العظمى ما بين 26 إلى 28 درجة مئوية، والصغرى ما بين 16 إلى 21 درجة مئوية. نعم، شكرا لك منصر الحميري، كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد، وبتمنى لك أكيد نهار سعيد. مشاهدينا هيك بنكون خلصنا جولة الصباح، برنامج صباح الخير يا وطن بفقراته المميزة متابعة معكم مع خلود بعد الفاصل. أما أنا فبقلكم باي. حياكم من جديد مشاهدينا، مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا لليوم أنه فقرتنا الأولى راح نخصص فيها الحديث عن اليوم العالمي لأصحاب الهمم، فأصحاب الهمم مشاهدينا يعتبروا نغمة المجتمع الصافية، وهم أيضا ملائكة الرحمة على الأرض، تحمل قلوبهم البيضاء الكثير من العطاء والحب والطاقات الغير اعتيادية، فقد وهبهم الله سبحانه وتعالى من الرقي والفن والقدرة أيضا على الإبداع ما يفوق طبعا الكثير من الأشخاص الأصحاء الموجودين وموجودين ضمن أيضا في هالمجتمع مشاهدينا، ولكنهم يحتاجون أيضا بالفعل إلى الأيادي التي تمد أو تمد لهم الطريق، وهذا ما يحدث بالفعل على أرض الخير أرض الإمارات، والتي تقدم كل الدعم لدمج أصحاب الهمم
في مجتمعنا طبعا ليتضافر الجميع ويعزف سيمفونية وطن واحد قلب واحد. مشاهدينا للمزيد طبعا في هذا الإطار وفي هذا الخصوص دعونا نتابع هذا التقرير. يعتبر 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لأصحاب الهمم، وتمتلك هذه الفئة من أفراد المجتمع طاقات جبارة وإبداعات تفوق التصور، وإصرارهم ينبع من قلب مملوء بالحب لهذه الحياة. لذا وجب علينا دائما احترامهم وضمان حقوقهم وتفضيلهم، ولعل اليوم العالمي لأصحاب الهمم تعد مناسبة مميزة في حياتهم. لذلك يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضاياهم ودعم وضمان حقوقهم وإدخالهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. كما يشكل الاحتفال مناسبة لمختلف الجهات المعنية للاهتمام بالتدابير المبتكرة التي من شأنها تطوير وتفعيل المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة بأصحاب الهمم. ووفقا للسياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، قررت حكومة الإمارات إعادة تسمية هذا الاسم إلى أصحاب الهمم، وحرصت على تدمجهم في المجتمع وتضمن على ألا يتم أي تمييز مع نظرائهم الأصحاء، وإشراكهم في مختلف المجالات الرياضية في البطولات الدولية والمحلية وتوظيفهم في وظائف عديدة. وتضمنت هذه السياسات أيضا 6 محاور تشمل محور الصحة والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري والحياة العامة والثقافة والرياضة وإمكانية الوصول. وتأتي هذه السياسة نتيجة جهود التعاون الوثيق والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية وجميع الجهات المعنية وذات العلاقة بأصحاب الهمم على المستويين المحلي والاتحادي، حيث تعد مظلة رئيسية شاملة تجمع كافة الخدمات والمبادرات في الدولة والموجهة لأصحاب الهمم، كما أنها أداة فاعلة تضمن تحقيق أعلى مستوى من الدمج المجتمعي وتعزيز الفرص أمامهم. بالفعل مشاهدينا يملك أصحاب الهمم طاقات جبارة وإبداعهم يفوق التصور، وإصرارهم ينبع من قلب مملوء بالحب لهذه الحياة. لذا وجب علينا دائما تقديم العون لضمان حقوقهم ودمجهم مع المجتمع. وفي هذا الخصوص يسرنا أن نرحب معنا في الاستوديو بضيفنا الأستاذ هيثم محمد العمر، طبعا مدرب دولي في التربية الخاصة ومدير عام مركز بسمة أمل مشاهدينا للتدريب والتأهيل. يسعد صباحك. يسعد صباحك ويسعد صباح الوطن الجميل ويسعد صباح دولة الإمارات بشيوخها، ويسعد صباح طبعا تسمحي لي في البداية انتهز الفرصة لتقدم إلى سيدي الشيخ خليفة بمناسبة العيد الوطني وإلى دولة الإمارات عادوا عليهم بالبركات واليمن وعدهم في الأمن والاستقرار. وصباح الإيجابية وصباح أصحاب الهمم اللي بيملكوا روح عالية من الإيجابية. ممكن العديد من الأشخاص الأصحاء ما يملكوا هالروح وما يملكوا هالإرادة وهالعزيمة وهالإصرار. اليوم حابين نتعرف معك أستاذ عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم، يوم اليوم العالمي لأصحاب الهمم. طبعا أصحاب الهمم أو اليوم العالمي لأصحاب الهمم يحتفل فيه كل عام، بداياته كانت في عام 1992. جميع الدول تحتفل فيه 3 ديسمبر للوقوف على احتياجات أصحاب الهمم، الوقوف على الإيجابيات السلبيات اللي حصلت خلال هذا العام. الهدف منه دمجهم في المجتمع، تمكينهم من مواجهة التحديات والصعاب، مواكبة التطورات التي حصلت على مستوى الدولي. طبعا في البداية اسمحي لي أنه أحكي أنه دولة الإمارات من الدول السباقة كانت لأصحاب الهمم، عندما أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مسمى أصحاب الهمم، وذلك لأصحاب الهمم أنه حكى الإعاقة موجودة ليس في الجسد وإنما كانت الإعاقة في الإرادة. في الإرادة صحيح. أوكي. العزيمة. بالفعل اليوم الحمد لله نشوف أنه مثل ما ذكرت أنه دولة الإمارات فعلا وضعت كل الأسس والقواعد المهمة لتمكين هؤلاء
الفئة المهمة، يعني فئة مهمة في الأخير هي جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، تمكينهم مجتمعيا هو أحد الأهداف طبعا اللي بتسعى إليها العديد من المؤسسات والمراكز. فخلينا نتكلم عن هالجزئية، تمكينهم مجتمعيا، شو إيش هي الأهداف اللي بيسعوا من خلالها إلى تمكينهم مجتمعيا؟ طبعا تمكينهم مجتمعيا من خلال تنمية الاضطرابات النطقية، تنمية المهارات المعرفية والأكاديمية التربوية، دمجهم في المجتمع، تقديم الدعم والإرشاد الأسري، مواجهة الصعاب والتحديات اللي ممكن تكون واقفة في طريقهم، تأهيلهم لسوق العمل. طبعا دولة الإمارات موجودة هون اليوم، من الدول الموجودة على مستوى الدولة أو على مستوى العالم. نعم أستاذ هيثم، بس هاي جزئية جدا مهمة بالفعل، تمكينهم في سوق العمل، والحمد لله الحمد لله اليوم دولة الإمارات مهتمة كثير، والحمد لله احنا بنشوفهم متواجدين معنا، متواجدين وبقوة في سوق العمل. بس تعرف أستاذ هيثم وين المشكلة أكثر؟ المشكلة أكثر في الجانب الآخر والجزء الآخر من هذا المجتمع، اللي فئة منهم، فئة قد تكون يعني قليلة نوعا ما أو نسبيا، لا تتقبل وجودهم، لا تتقبل انخراطهم بالمجتمع، لا تتقبل أن هم لديهم إمكانات وإبداعات، وأن لهم الحرية طبعا أنهم هم يعبروا عن هذا الشيء اللي يميزهم. فكيف كيف قدرت المؤسسات والمراكز الخاصة طبعا بالتعامل مع هالفئات من المجتمع اللي قد يكونوا أصحاء بالأصل، ولكن ما قدروا أن هم يتقبلوا اندماجهم أو انخراطهم في سوق العمل؟ نعم، من وقت ما تم إطلاق أصحاب الهمم وتغيير المسمى في دولة الإمارات، طبعا أطلق أصحاب الهمم ليس لتغيير المسمى فقط، وإنما تحميل أشخاص ذوي الإعاقة المسؤولية ومشاركتهم في صنع القرار، مشاركتهم في التنمية المستدامة في دولة الإمارات. تم إنشاء مجلس استشاري تحت قيادة شيوخ موجودين داخل الدولة، هدف تمكينهم داخل المجتمع، هدف تقديم الدعم، تقديم الإرشاد النفسي، الهدف من سوق العمل إنه انخراطهم في سوق العمل، بس بيتم من خلال برامج تربوية، من خلال برامج علاجية، من خلال مراكز التأهيل المهني اللي بوقفوا على التحديات والصعاب. يعني قبل ما يفوت في عندنا احنا طبعا التأهيل المهني ببلش من اعمار السنتين لعمر التأهيل المهني ببلش من عمر 13 سنة لغاية عمر 18. خلال هاي الفترة بيكون ما قبل التأهيل المهني وما بعد التأهيل المهني، بتم من خلالها الوقوف على ميوله المهنية، هو شو الأشياء اللي حابه أو شو الأشياء اللي ممكن هو يستفيد يبدع فيها، يبدع فيها. بعد ما يتم شو الوقوف على الأشياء هاي، بتم وضع خطة للموضوع، وخطة تربوية بتكون شاملة، مش بس إنه نوظفه بعد هيك، بعد ما يلتحق في سوق العمل، الوقوف للصعاب الموجودة، محاولة تغيير المجتمع، محاولة تقديم المستحيل من أجل إنه انخراطهم في سوق العمل. أوكي، في عندنا نظرة دونية، بس اليوم احنا بنحكي النظرة الدونية مش موجودة، لأنه الإمارات ليس بمستوى البنيان والعمارات الموجودة في الإمارات، وإنما برقي الشعب الإمارات. صح، برقي فكرهم طبعا. الحمد لله أنه فعلا هذه النظرة تكاد تكون معدومة في مجتمعنا، ولكن مع الأسف مجتمعات أخرى نجدها موجودة، إلى الآن. صح. رغم وجود هالشعارات طبعا التي تنادي بحقهم وبتمكينهم ودمجهم طبعا بالمجتمع. خلينا نتكلم أكثر عن مركز بسمة أمل للتدريب والتأهيل، فنبغى نتكلم عن طبيعة الأنشطة التي تقومون بها بالمركز لتأهيل أصحاب الهمم وتدريبهم في شتى وكافة المجالات، وأيضا تعاملكم أكثر مع الحالات الصعبة، يعني لا شك أنه أنتم واجهتوا حالات صعبة بالمركز. أكيد طبعا. طبعا عندنا في المركز احنا بيتم البداية تقييم مستوى الأداء الحالي للطفل من خلال أول في بداية دخوله، يعني المركز. أول دخوله في تقييم مبدئي نعمله، خلال هالتقييم بنشوف شو جوانب القوة والضعف الموجودة عليه، جوانب الضعف من نميها، وجوانب القوة بيكون مدخل سلوكي لأطفال أصحاب الهمم. بعد هيك بتم وضع خطة تربوية، خطة علاجية ضمن برامج ومقاييس علمية للوقوف على احتياجاتهم وتنمية قدراتهم اللغوية، تنمية قدرات الأكاديمية والمعرفية،
طبعا من ضمن المهارات اللي بتم عمل التقييم عليها مجالات الحسية، الاعتماد على الذات، مهارات الحياة اليومية، المهارات الأكاديمية والمعرفية، المجالات التربوية الموجودة في المركز، المجالات اللغوية، طبعا عدة مهارات. كل مهارة معينة أو كل نشاط معين موجود بتم من خلال برنامج معتمد. هالبرنامج بيكون حسب أعمار الأطفال، هل هو هذا البرنامج مناسب لعمر الطفل أو لا. بعد هيك بعد ما نحط الخطة في عندنا تقارير إنجاز، تقارير تقدم، الوقوف، هل الخطة العلاجية الموضوعة للطفل كانت صحيحة ومستوى الطفل أم لا. طبعا أنت عارف المستوى، في عندنا الأطفال مستوى عقلي وفي عندنا مستوى زمني أو العمر العقلي أو العمر الزمني. بتم تحديد العمر طبعاً. العمر العقلي للطفل هو العمر الحقيقي للطفل. بتم بعد ما عمل البرامج والمقاييس المعمولة فيها في الدولة، عندي ببين عندي العمر العقلي، هل هو عمره مثلا عمر الطفل 3 سنوات، ممكن يكون عندي العمر العقلي 2 سنين، ممكن يكون عندي عمر العقلي 1 سنة. فمن خلال العمر العقلي ببين عندنا بدايات العمل وكيف طريقة العمل معهم وشو ممكن نواجه والخطة اللي رح نمشي عليها المتبعة. قد إيش هي مدة التدريب والتأهيل؟ ولا تختلف طبعا حسب مستوى؟ بتختلف من طفل لطفل، يعني ما في مدة معينة ممكن إحنا نحكي إنه هالطفل بحاجة مثلا لشهرين أو هالطفل بحاجة لمستوى، إنه بيعتمد على الفروق الفردية للأطفال، بيعتمد على مدى استجابته للطفل، بيعتمد على ظروف المكان والزمان، يعتمد على الظروف الحالة المرضية إذا كان الحالة النفسية، وخصوصا بعض الاطفال اصحاب الهمم بمروا بتقلبات مزاجيه، يعني ما بيكون التقلبات المزاجيه الموجوده عندهم ممكن تحد من هذا الشيء، يعني ممكن اليوم جاء على باله مثلا انه نحكي يدرس او يتعلم. هذا الشيء طبعا بدك تكوني على درايه كيف تتعاملوا مع التقلبات المزاجيه، كيف انه نطلعه من الجو النفسي اللي هو فيه من خلال بعض البرامج التربويه الموجوده وبعض البرامج العلاجيه. ما شاء الله يعطيكم العافيه. طبعا هذا اكيد يحتاج له مهاره طبعا وخبره طويله من التعامل مع اصحاب الهمم. وفي فئه ايضا تندرج تحت اصحاب الهمم، وطبعا ومع الاسف انتشر كثير منهم في الاونه الاخيره، وهم طبعا المصابين طبعا بالتوحد. ما نبغى نقول عليهم مرضى، وانما يعني مصابين بهذا الشيء، بالتوحد اللي منتشر كثير في الاونه الاخيره مع الاسف. فنبغى نتكلم عن انواع التوحد بدايه، كيف ايضا انتم بتدربوهم والبرامج المخصصه المقدمه لهم. طبعا في البدايه نعرف التوحد على انه اضطراب نمائي وليس مرض. احنا بنحكي اضطراب نمائي بالفعل. عصبي يصيب الجهاز العصبي المركزي مما يؤثر على خلايا المخ. طبعا بيكون عندي قصور في مستوى الاداء اللفظي، قصور في مستوى التواصل البصري، بيكون عندي قصور في المهارات الاجتماعيه، ظهور بعض الحركات النمطيه او السلوكيه. طبعا هنا نيجي نحكي عن نسبه انتشار التوحد، هي طبعا لكل 4 نحكي في الذكور مقارنه في الاناث، كل 4 من الذكور مقابلهم بنت من الاناث بنسبه مصابة. تقريبا 80% يعني كل 80 شخص من اصل 1000 موجودين عندي اطفال توحد. بتم تاهيلهم وعلاجهم من خلال برامج التدخل المبكر، من خلال برامج التكامل السمعي والحسي، لانه في بعض الاطفال عندي بيكونوا بيعانوا من مشاكل سلوكيه، بعض الاطفال بيكون عندي بيعانوا من الصوت العالي نحكي، فلازم يكون عندي برنامج تكامل سمعي. بتم تاهيلهم وعلاجهم من خلال الحميات الغذائيه والمكملات الغذائيه، بتم علاجهم من خلال برامج موجوده معنا، برنامج بيكس، برنامج التيتش. هذه طبعا هناك عده انواع للتوحد، عندي التوحد الكلاسيكي، عندي متلازمه سبيرجر، طبعا هو اللي اكثر انتشارا هو التوحد الكلاسيكي. متلازمه سبيرجر مثلا نيجي نقارنها، هي بتصيب او قصور في المستوى الاداء الاجتماعي عكس الكلاسيكي او ما يعرف حاليا بعد تغيير مسمى هو طيف التوحد او سمات التوحد. جميل. بالعوده الى سوق العمل استاذ هيثم، وبالعوده الى مركز بصمه امل للتدريب والتاهيل،
إيش هي فعلياً البرامج المخصصة اللي بتقدموها لأصحاب الهمم لكي طبعاً يكونوا على هبة الاستعداد للانخراط بسوق العمل، خصوصاً يعني اليوم إحنا بنشوف الكثير من أصحاب الهمم ما شاء الله قدروا إنهم يفتحوا باب رزق من حرفة أو مهنة يعني يدوية أو فن أبدعوا فيه وقدروا إنهم يتميزوا فيه. نعم، حكيت لك في البداية إنه إحنا في عندنا برامج ما قبل التأهيل المهني، هي الوقوف على ميول الطفل أو الشخص اللي خلاص راح يندرج في سوق العمل. لو إنه حسب مثلاً إنه نجارة أو حدادة أو نحكي على مهارات الفسيفساء. بالضبط. بالتحديد إحنا نبغى نعرف كيف تمشوا معاهم خطوة بخطوة. نحكي مثلاً كفسيفساء كهذه المهارات اليدوية والحرفية، حتى لو مجرد موجود عندي الرسم. فبتم بعد هو ما يحدد من خلال برنامج معين، بيحدد من خلال التشيك ليست الأشياء اللي بحبها والأشياء اللي ما حبها. بعد هيك بتم وضع الخطة العلاجية. هالخطة العلاجية بتكون ضمن برنامج تربوي علاجي، بتم مرافقته في سوق العمل. بداية احنا من اهله داخل المركز نشوف شو التحديات اللي ممكن يواجهها، نقدم له الدعم النفسي، تقديم الارشاد الاسري من خلال الجهة المعنية في الدمج او سوق العمل المعني. نحكي مثلا لو انه راح على جهة معينة، حاليا مثلا كوزاره الداخليه موجوده عندنا تدمج الاطفال لاصحاب الهمم من خرطه بسوق العمل. فوقوف على التحديات الموجوده، ظروف المكان اللي هو عايشه اللي راح يشتغل فيه هل هو مناسب بيئيا، بتم عمل دراسات على هذا الشيء. وبعد هيك ببلش انه هو يشتغل اثناء شغله داخل هاي الجهه واثناء العمل داخل هذه الجهه، بتم الوقوف على الصعوبات. هذه الصعوبات نشوف شو الأشياء اللي ممكن يواجهها، بنحاول إنه نتجنب هذه الأشياء، بنحاول إنه نقلل من نسبة النظرة الدونية الموجودة في حالة كانت موجودة من بعض، نحكي أفراد قليلة لا تذكر. أوكي. طيب نبغى نتكلم عن الأهل، قد إيش مهمة المتابعة يعني الدورية للأهل ولأصحاب طبعاً لذوي أصحاب الهمم في أنهم يعني يقدروا يوصلوا لمرادهم ويقدروا يوصلوا للميول اللي حابين هم أنهم يتبعوها على أساس يدخلوا سوق العمل؟ طبعاً دور ولي الأمر هو نحكي إحنا رقم واحد قبل حتى المركز وقبل ما يكون الجهة الحكومية المعتمدة. إذا كان ولي الأمر متقبل هذه الفكرة، فأكيد الدعم النفسي والإرشاد الأسري هو اللي راح يقدمه لهذا الطفل أو لهذا الشخص. دورهم إنه يشوفوا شو اللي أشياء الموجودة. حالياً إحنا بدولة الإمارات أولوية في التوظيف لأصحاب الهمم، أولوية يروح مثلاً نحكي من خلال المجلس الاستشاري الموجود في دبي، أولوية في سوق العمل من جميع الجهات، ومشاركة في الفعاليات أيضاً، مشاركتهم في الفعاليات الرياضية، مشاركتهم في التنمية المستدامة، في صنع القرار، في تحمل المسؤولية. جميل، الحمد لله. يعني أكيد هو الدور يمكن والخطوة الأولى تبدأ مع الأهل، تبدأ في المنزل، في طبعاً متابعة الأهل لأصحاب الهمم لطفلهم بشكل مباشر وبشكل دوري على أساس يدخل هالبرنامج في المراكز والمؤسسات الخاصة بتأهيلهم وتدريبهم ويكونوا على دراية كافية بحالته أيضا، وأكيد هذا الشيء يدعم أيضا نفسيتهم. أستاذ هيثم، يعني النفسية أكيد كمان تلعب دور لما المركز يعطيهم الثقة، لما الأم والأب يعطوا طفلهم الثقة هيقدروا أنهم يتطوروا ويقدروا أنهم يمشوا في 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 يعني في في الطريق اللي يبغوه واللي هم حابينه. بعكس طبعا لو ما كان في ثقه راح يفضلوا في مكانهم وممكن تنتكس حالتهم لا سمح الله. دعم او نحكي ولي الامر هو رقم واحد في الخطه التربويه العلاجيه. هو راح يشارك الاخصائيين سواء في المركز او سواء في المجتمع كحد اخر، انه يشاركهم في الوقوف على ميوله المهنيه. هل هو هذا الطفل يعني ممكن يساعدنا في تحديد شو الاشياء اللي عن طريق مراقبته؟ بالضبط.
لانه ممكن يكون في المركز، ممكن يكون ساعه، ممكن يكون ساعتين ثلاث، بس هو معظم الوقت هو موجود في المنزل، موجود تحت مراقبه ولي الامر. هو راح يساعدنا في الوقوف على ميول المهنيه، هل هو الطفل مبدع في جانب معين ومهمل في جانب اخر، هل هو مبدع مثلا في الرسم ومهمل مثلا جانب نحكي الحرفي، هون بيتم تاهيله من خلال اجتماعات دورية مع ولي الأمر، من خلال أعطائه برامج علاجية، من خلال أعطائه استشارات فنية. هذه الاستشارات طبعا كيف أنه يتم تدريب الطفل، كيف يتم التعامل معه داخل المنزل، كيف يؤهل هذه المهنة أو هذه الحرفية، كيف ينميها ويطورها في حالة أنه كونه معظم الوقت موجود في المنزل. نرشده للأماكن اللي ممكن تساعد في ساعدتهم في انخراط في سوق العمل. ممكن نرشدهم للأماكن الموجودة اللي بتساعد أصحاب الهمم يكونوا شغالين وفعالين في المجتمع ومنتجين أيضا. لأنه معظم الأطفال الموجودين عندنا بيشتغلوا، بيطلعوا لو دخل مادي بسيط، هو شارك المجتمع، هو بالفعل صحيح، وهو أما لنفسه باب رزق ومصدر دخل خاص به عن طريق سواء يعني حرفة يدوية أو أي شيء يتميز فيه ويحب أنه هو يعمله. ذكرت في البداية سن 13، هل هو عمره 13 هو العمر اللي يبدأ فيه برنامج التأهيل؟ سن 13 هو العمر اللي بيتم تحديد مستوى الميول المهنية. طيب في أي سن يبدأ؟ عادة هو في سن السنتين تقريبا بيبدأ برامج العلاج التدخل المبكر. طبعا بيتم خلال هالسنتين بيتم وضع خطط تربوية، خطط علاجية، الوقوف على احتياجاته، الوقوف على نقاط القوة، نقاط الضعف، الوقوف على المشاكل اللي بيواجهها الطفل، شو الأشياء اللي موجودة عنده كنقاط ضعف، من خلال تحديد المستوى العقلي للطفل، من خلال أنه خلال نستخدم برنامج البورتج، برنامج الهلب، عدة برامج تدخل مبكر. هذه البرامج بتساعد الطفل أو بتساعد حتى الأخصائي القائم على علاج الطفل أنه يحدد شو الأشياء اللي ناقصها. يعني إحنا عندنا مثلا كبرنامج بورتج هو منذ الولادة بيكون لعمر 9 سنوات، كبرنامج تدخل مبكر كل 6 أشهر في عندي مجموعة مهارات موجودة أو مجموعة برامج لازم يتقنها هذا الطفل بناء على العمر الزمني. يعني عمر السنتين مثلا لازم يكون عندي 1 2 3 عدة نقاط، لازم هذه النقاط يتقنها، لازم هذه النقاط تكون موجودة عنده بالفعل. بعد هيك بلش نطلع في مستوى الأداء العقلي أو مستوى العقلي، بعد ما خلاص عرفنا المستوى العقلي مثلا سنتين والعمر الزمني 3 سنوات، نشوف المهارات او نقاط الضعف وين وقف عنده النمو العقلي، نشوف المهارات الموجوده عنده، وبعد هيك نطلع من عمر السنتين نبلش نعطيه مهارات لغايه ما نوصله لاقرب من الطبيعي. احنا ما بنقدر نقول نوصله للطبيعي، ولكن بحد ذاته انه اقرب، انه يكون واكب التطورات، واكب التحديات، اعتماد على الذات، اعتماد على نفسه، انه يصير استقلالي في حياته. الاستقلالية يعني هذه أهم جزئية وأهم نقطة فعلا، يعني الواحد ممكن يعني يكتسب الكثير إذا حقق الاستقلالية أو استقلالية الشخصية، والعكس صحيح أكيد. أستاذ هيثم محمد العمر، مدرب دولي في التربية الخاصة ومدير عام مركز بسمة أمل للتأهيل والتدريب، نشكرك جزيل الشكر على انضمامك معنا على هذا اللقاء، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا للتلفزيون انفجار اللي اتاحنا الفرصه نكون موجودين معكم. شكرا لك. مشاهدينا، اقامت هيئه الانماء التجاري والسياحي بالشارقه ملتقى الضيافه 4، وذلك امس في غرفه تجاره وصناعه الشارقه، والذي جمع نخبه من الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحه لمناقشه اخر مستجدات قطاع الضيافه على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وذلك تحت شعار استدامه الابتكار في السياحه من داخل الملتقى. مشاهدينا، كان لنا هذا التقرير فلنتابع.
اليوم إمارة الشارقة تستضيف النسخة الرابعة من منتدى الشارقة للضيافة، وهذا المنتدى نحن نشوفه وحتى شركائنا اللي في القطاع يشوفونه مهم جدا، لأنه يتطرق لمواضيع كثيرة منها آخر المستجدات الدولية أو على مستوى العالم في مجال السياحة، ولا بد أن نحن كناس عاملين في هذا القطاع نطلع دائما على أفضل الممارسات ونتبنى كذلك فكر الابتكار والإبداع، لأن الابتكار والإبداع والتقنيات الحديثة الموجودة تسهل علينا العمل وتخلينا كذلك مش بس نواكب التطور ولكن نكون في الريادة ونكون يعني في المراتب الأولى في هذا المجال. Well, I think it has a great future. I firmly believe in the future of travel and tourism, really for the benefit of society, for the benefit of the economy. And it's not just economic benefits, there are so many social benefits as well. So I really believe that Sharjah, the United Arab Emirates, has a great future when it comes to tourism and travel. And particularly you look at the Emirate of Sharjah and how it has the Arabian Gulf side of the country, it has the desert, the mountains, and also the Indian Ocean or the Arab Sea. It's really very, very strong, as in Fujairah as well, with all the lovely coastline that you have from Kalba all the way north to Dibba. It's something that really we have to get more and more visitors who come here to come over and really appreciate and see what the whole of the country has to offer, which I think is very important, that it's not just the major cities, it's also the beautiful countryside that people can enjoy. منتدى الضيافة في عام الرابع ينظم من قبل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارجة، وتوجد هناك عدة محاور وعدة ورش عمل. يوجد اليوم ورشة عمل الاستثمار في تنمية القدرات البشرية، صناعة مهمة، تدريب المهني لقطاع السياحة، يمثل برنامج مرحبتين. برنامج مرحبتين صمم خصيصا للعاملين في قطاع السياحة في إمارة الشارجة، بدأ بالمنشآت الفندقية على كافة المستويات، سواء مستوى المدراء العموميين، مدراء الإدارات، العاملين بالمكاتب الأمامية، ابتداء من بالكابتنز لين تنظيف الغرف. الهدف منه نقل أحدث الوسائل والأساليب العلمية والتعليمية في قطاع السياحة والضيافة. في الأخير كلنا نهدف في قطاع السياحة إلى إثراء تجربة الزائر. طبعا التنافسية في إدارة الوجهة السياحية موضوع جدا هام، وهو شاغل الرأي العام أو الرأي العام في مجال السياحة بحلول عام 2017. من يوم اليوم عالم السياحة اللي هو كان سبتمبر 27 سبتمبر، أطلقت المنظمة العالمية للسياحة هذا المبدأ، إنه هو مبدأ الابتكار في عالم إدارة الوجهة السياحية. فاليوم ورشة العمل اللي أنا حقدمها لي علاقة بالتسويق الوجهة السياحية كوجهة مدينة الشارقة في عالم يسوده الابتكار، كيف ممكن نستخدم أو نسخر التكنولوجيا والابتكار في تسويق هذه الوجهة السياحية. ايضا مشاهدينا نلاحظ اليوم ان دولة الامارات العربية المتحدة تهتم كثيرا بتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، وعلى هذا قامت برعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة باطلاق المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين تحت شعار التراث العلمي العربي الاسلامي، ابداع، تثاقف وتعايش. وفي هذا الخصوص معنا عبر الهاتف الدكتور حسين مهدي للحديث معه أكثر في هذا الشأن. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، جزاكم الله خير، وجزاكم الله خير على الاستضافة. الله يخليك يا رب، سعيدين بهذه المداخلة. ومبدئين حابين نتعرف أكثر من خلالك على المحاور المطروحة في هذا المؤتمر في دورته الثالثة. نعم طبعا، انت عارفين المؤتمر بدا في سنه 2008، في مارس 2008 الدوره الاولى، كفكره بدات من جامعه الشارقه ودعمها صاحب السمو الله يحفظه الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي
عضو المجلس الأعلى لاتحاد حاكم الشارقة رئيس الجامعة. ولقي المؤتمر الأول والدورة الأولى لقيت نجاح ما شاء الله منقطع النظير، فتم إقرار المؤتمر الثاني كأحد أهم الفعاليات في 2014 اللي هو فعاليات عاصمة الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية. وطبعا أيضا الحمد لله أيضا المؤتمر الثاني كان ناجح، ولذلك أقر في ذلك الوقت أن يتم أحد كأحد مخرجات المؤتمر أن يتم إنشاء اللي هي الفاونديشن للإسلام اللي هي مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين اللي مقرها الشارقة ورئيسها الفخري صاحب السمو الله يحفظه. من هذا المنطلق تم أيضا إقرار عقد المؤتمر بشكل دوري، وهذه الآن تعتبر الدورة الثالثة للمؤتمر. بالنسبة لأهم المحاور اللي ناقشها المؤتمر، طبعا أهم ما يناقش المؤتمر هو إبراز إنجازات العلماء العرب والمسلمين الأوائل وتوثيقها، وأيضا ربطها بما هو موجود حاليا من يعني إبتكارات وإنجازات علمية. أيضا بالنسبة لهذه الدورة بالذات نحن نركز في محور من المحاور، خصصنا محور من المحاور لكيفية تحفيز الطلبة في سواء في المراحل الثانوية تعليم الثانوي والمراحل الجامعية، كيف نحفزهم للانخراط في البحث العلمي والابتكار من خلال طرح ما قاموا به العلماء العرب والمسلمين الأوائل من إنجازات اللي أقل ما يقال عنها أنها يعني ما شاء الله ضخمة وفريدة من نوعها، وإلى الآن يعني إلى اليوم إلى الآن ما زالت تستخدم وما زالت تنسب إليهم الكثير من الإنجازات العلمية المعروفة. صحيح صحيح صحيح، والجميل الحمد لله أنه دولة الإمارات اليوم تهتم بهال يعني بهالكم الكبير من الأطروحة العلمية للعلماء. ولكن خلينا نتكلم بشكل أيضا مفصل أكثر عن البحوث العلمية المشاركة في هذا المؤتمر هذا العام. نعم. بالنسبة للبحوث العلمية طبعا احنا المؤتمر أنشطته العلمية مقسمة إلى ثلاث أنواع. النوع الأول اللي هي عبارة عن ورش عمل تكون يعني هاندزون يدوية يكون فيها المشاركة مباشرة، فهذه يطرحها مثلا مركز جمعة الماجد في حفظ المخطوطات. بلدية دبي أيضا مشاركين بعرض صراحة يعني لمقتنيات فريدة، فهذه الورش العمل اللي هي احنا نقول الورش العمل التخصصية اليدوية. ثم أيضا فيه محاضرات عامة، وحقيقة الآن وأنا نتكلم معكم في محاضرة عامة يلقيها علماء استضفناهم من يعني يعتبروا سكولرز بمعنى سكولرز يعني علماء أجلاء، من بينهم أنا طبعا الأسماء هذه معروفة في الوسط التاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، الدكتور أحمد جبار هذا جزائري الأصل بس في فرنسا، وأيضا تشارلز فالكو هذا مستشرق أمريكي مهتم جدا بإنجازات ابن الهيثم في البصريات، وربط كثير من إنجازات ابن الهيثم في اللي هي ما توصل إليه العلم الآن، بالإضافة إلى ما شاء الله إلى حوالي تقريبا عندنا 151 ورقة بحثية حتعرض خلال المؤتمر في 51 جلسة علمية متوازية. فما شاء الله هذه الأنشطة العلمية. أيضا عندنا أنشطة ثقافية أهمها زيارة المؤتمر أو المؤتمرين لدارة الشيخ دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية. هذه إن شاء الله حتكون يوم الخميس، ونكون إن شاء الله في استضافة صاحب السمو الله يحفظه، وحنشوف يعني نوري الناس الضيوف اللي جينا من حوالي 24 دولة نوريهم إنجازات ومقتنيات صاحب السمو، أيضا يشوفوا المقتنيات الدارة وتاريخ منطقة الخليج وتاريخ منطقة أو تاريخ دولة الإمارات أيضا. ما شاء الله، يعني لا شك أن المؤتمر شمل العديد من المشاركين من مختلف يعني الأماكن والمختلف الاختصاصات. ولكن ما الذي يميز المؤتمر بالتحديد عن الدورات السابقة في الدورة الأولى ودورته الثانية؟ جدا احنا زي ما ذكرت أنا في البداية لما عرضت المحاور، أهم ما يميز المؤتمر هذه السنة أن احنا بنحاول أن ندخل محور خاص كيف نستغل النهضة العلمية اللي موجودة في الإمارات بالذات ما يتعلق بالابتكار والبحث العلمي. نعرفين الآن الدولة مهتمة جدا بالبحث العلمي، مهتمة جدا بالابتكار، وما نحتاجه هو كيف نحفز أبنائنا الطلبة والطالبات سواء في المرحلة الثانوية سواء في المرحلة الجامعية أن ينضموا أو ينخرطوا في هذه المشاريع البحثية الضخمة اللي سواء مثلا في الجامعة وسواء في
على مستوى الدولة، نحاول نبرز دور العلماء ونحاول نشجع أيضا أبنائنا الطلبة والطالبات أن ينخرطوا ويكونوا مثل ابن الهيثم ويكونوا ابن الرازي وغيره من العلماء اللي الآن يعني مخلدة أسماءهم مخلدة في الكتب في التاريخ بشكل عام. جميل، ذكرت نقطة جزئية جدا هامة دكتور حسين، أنكم أشركتم قمتم بإشراك طلاب الجامعات طبعا عن طريق البحوث اللي قدموها مقارنة بالبحوث العلمية للعديد من العلماء، بغض النظر عن مشاركة العلماء والخبراء، ولكن مشاركة الطلاب هي نقطة جدا مهمة وهامة نحب أنه إحنا نسلط الضوء عليها. كيف مكنتوهم؟ على أي أساس اخترتوا هؤلاء الطلاب؟ وما هي المعايير اللي وضعتوها في اختياركم انتقائكم للبحوث العلمية اللي وضعوها الطلاب؟ إحنا طبعاً الجامعة الشارقة وهذه توجيهات صاحب السمو الأحفظ الشيخ الدكتور سلطان طبعاً رئيس الجامعة، توجيهات إن إحنا لا نقصر ما يدرس في الصف أو في القاعات الدراسية فقط على العلم أو خلينا نقول المعلومات الأساسية اللي هي تدرس من ضمن المناهج المعتمدة، بل أيضاً أضفنا عامل مهم جداً وهو عامل اللي هو تحفيز الطالب على الابتكار، خرط الطالب أو انخراط الطالب في البحث العلمي بصورة عامة، وهذه وضعنا لها يعني هي تعتبر استراتيجية من استراتيجيات الجامعة. فطبعا احنا فتحنا المجال لكل الطلبة في الجامعة سواء هم طلبة الدراسات العليا أو طلبة الدراسات الجامعية أن يقدموا أبحاثهم، ولدينا العديد من الأبحاث اللي يعني قدموها اللي حيقدموها الطلبة، وهذه طبعا حتقدم أمام العلماء فيكون عندهم فرصة فريدة من نوعها أن يعني حتى يتم مناقشة هذه الأبحاث وهذه الأفكار أمام النخبة اللي هي العلماء الموجودين من أين واللي موجودين من كل أنحاء العالم. وحقيقة هذه أحد الأشياء اللي المؤتمر وفرها أنه هو عبارة عن منبر تلتقي فيه الخبرات من جميع سواء مثلا من العلوم الهندسية، من العلوم الطبية، من علوم الإنسانيات، من علوم كل الإنسانيات بصورة عامة، فتلتقي كل هذه في منبر واحد تحت قباب جامعة الشارقة. هذا طبعا يوفر للطالب مرجع او حتى يعني استشاره مباشره مع هؤلاء العلماء. رائع، فعلا فعلا هي ارض خصبه لتبادل الخبرات ما بين الطلاب والمشاركين من خبراء وعلماء طبعا، وهذا كله يسهم في الاخير في نهضه المجتمع. كلمه اخيره حابب تقولها وتذكرها دكتور حسين. والله احنا اول شيء نرحب اجمل الترحيب بعلمائنا وضيوفنا اللي اتونا من كل مكان، ونشكر كل الشكر والثناء والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة رئيس الجامعة لدعمه، يعني صراحة منقطع النظير في دعم هذه المشاريع وهذه الأنشطة العلمية اللي لا شك أن تكون لها أثر طيب جدا لأولادنا في المجتمع كذا. يعني أمانة احنا ندعو كل الأخوة المستمعين والمستمعات المشاهدين أن يأتوا لجامعة الشارقة، احنا موجودين بدأنا اليوم وبكرة وإن شاء الله بعد يوم الخميس، وندعو الجميع أن يشارك في كثير من المحاضرات تهم الناس العامة. صح في بعض المحاضرات تخصصية علمية بحتة، ولكن في نفس الوقت في محاضرات يستفيد منها، هناك عروض، هناك كثير من الأنشطة اللي ممكن يستفيدوا منها الناس. فنحن من خلال المنبر هذا ندعو كل ندعوكم أنتم خاصة وندعو كل الناس اللي يتفضلوا عنا، وأهلا وسهلا بهم، وحياهم. جامعة الشارقة معروفة بهذه فعلا فعلا، وهي تعتبر أيضا تعتبر دكتور من أهم الصروح العلمية الموجودة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. دكتور حسين محمد المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة ورئيس اللجان التنظيمية طبعا في المؤتمر، شكرا جزيلا على هذا الحوار والمداخلة، كنت معنا عبر صباح الخير يا وطن. شكرا جزيلا. شكرا. إذا مشاهدينا ما زلنا مكملين معاكم باقي فقراتنا اليوم في صباح الخير يا وطن، نطلع فاصل قصير ورجعين. حياكم من جديد مشاهدينا، الآن صار الوقت ننتقل إلى أحد فقراتنا اليومية المميزة وإلى فقرة 5 بـ10. في أول فيديو وإلى أمستردام تحديدا، مهرجان الضوء يونير ليالي أمستردام. احتضنت العاصمة الهولندية أمستردام الشهر الماضي فعاليات مهرجان الضوء السنوي، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين المعروفين دوليا مثل الفنان الصيني آي ويوي. وهذه الفكرة تعتبر فكرة مميزة طبعا للمهرجانات ونوع من أنواع
التجديد والابتكار وإسعاد المواطنين. نتابع المزيد في هذا المقطع. It's sponsored by the diamond companies in Amsterdam because they also thought it looked like. It's a school, one school class. All the children had workshops in the last few weeks on art, how to make art. Wave to the people at the side. Not looking at us. أحد المهرجانات فعلا المهمة والبارزة وبادرة جميلة طبعا مثل ما ذكرنا قامت بها أكيد مدينة أمستردام لإسعاد المواطنين. وإلى الجبال مشاهدين، مغامرة خطيرة تحبس الأنفاس في جبال الألب. نشرت شركة ريد بول فيديو يوثق محاولة مجنونة نفذها مغامران فرنسيان بالوينغ سوت أو بدلة الأجنحة بقفزهما من قمة جبل يونغ فراو في الألب إلى داخل طائرة صغيرة أثناء تحليقها بعد أداء الكورس الخاص بهم من المغامرة الشيقة والخطيرة. فلنتابع. فعلا مغامرة فريدة من نوعها، وهذه أكيد مخصصة لأصحاب يعني القلوب القوية اللي يحبوا هالنوع من المغامرات. احنا ابتدينا في أول فيديو مشاهدينا من الأرض وتحديدا من أمستردام وانتقلنا إلى الجبال. في الفيديو الذي يلي رح ننتقل إلى الفضاء كليا. ناسا تختبر عجلة ذكية لاستكشاف المريخ. تقوم وكالة ناسا الأمريكية باختبارات عجلة تريك التي ستستخدم في استكشاف كوكب المريخ، والعجلة قادرة على جمع المعلومات عن مدار الأرض الذي تتحرك فيه، ويبدو أنها أيضا مزودة بأجهزة استشعار بالأرض أو المنطقة التي تمر عليها هذه العجلة، وأيضا مزودة بذاكرة وكاميرا داخلية لجمع والتقاط المعلومات. خلونا نشوف. الظاهر انه احنا شفنا رسائل كافيه يعني بتذكرنا انه لازم نستعد عشان ننتقل الى كوكب المريخ من كميه طبعا المقاطع والفيديوهات والاختراعات المرتبطه بالحياه على كوكب المريخ. الفيديو الذي يليه مشاهدينا وهو الاختبار سياره روسيه ذاتيه القياده في الطرق الشتويه. قررت شركة ياندكس الروسية المتخصصة في تصنيع سيارات التاكسي الذاتية القيادة التي تقدم خدماتها في إطار مشروع ياندكس تاكسي اختبار سياراتها في الطرق الشتوية بضواحي موسكو. ونلاحظ أن هذا النوع من التاكسي نوع فريد يمكن استخدامه في مجالات كثيرة مثل ما نشوف في هذا الفيديو. Thank you.
اختراع جدا جميل، خصوصا في هذه في ظل هالاجواء الشتويه اللي ممكن تعيق حركه السير لدى العديد من الاشخاص في كثير من الدول، ولكن انه اليوم نوصل للسياره ذاتيه القياده تمشي طبعا على طرقات الثلجيه والشتويه، فهذا امر يعني بحد ذاته يدل على التطور والتقدم. يعني احنا شفنا قياده ذاتيه في الكثير من المركبات، ولكن على الطرق الشتويه فعلا احنا نحتاج هذا الاختراع، خصوصا الدول والمدن اللي تحتوي او تثلج كثيرا في فصل الشتاء. ننتقل مشاهدينا مع بعض الى الفيديو التالي. حكم مصارعه يؤدي وظيفته بجديه. قام هذا الحكم بحركه غريبه اثناء الماتش او المبارزه لكي يري من الفائز وهل فاز اللاعب فعليا ام لا، وهل اللاعب الاخر مقاوما له ام لا. وهذه مشاهدينا تعتبر حركه غريبه قام بادائها لا اراديا، وذلك بسبب اندماجه في الماتش ومحاوله معرفه من الفائز ومن الخاسر او المستسلم. خلونا نشوف في هذا الفيديو. فعلا حركة فعلا مميزة وملفتة لهذا الحكم، على أساس هو بيحاول يحكم طبعا على المتبارين إذا ما قاموا يعني ب يعني إذا نجحوا أو لا، ويعني قاموا بعمل ما يلزم للفوز بهذه المباراة أو هذه المبارزة. فعلا حركة ملفتة وغريبة، أتوقع كثير من الحكام راح يعتمدوا هذه الحركة بعد ما شفنا هالمقطع. إذا مشاهدينا انتهينا من فقرة 5 بـ10 وكل الفيديوهات، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها. ومن هالفقرة ومن فقرة 5 بـ10 ننتقل مع بعض إلى المطبخ. يلا خلوني أخذكم معايا عند الشيف وديع وأصبح عليه من جديد. يسعد صباحك. صباح النور والسرور خلود، ما شاء الله عليك اليوم أشراقة جميلة. الله يخليك. ما شاء الله عليك. الله يسعدك يا رب ويعطيك العافية. سلفا كالعادة اليوم أنت أعطيتنا نبذة وموجز مختصر عن الوجبات. عندنا شوربة وعندنا تشيكن، طبق الخضار بالدجاج مع الكريمة. الله. وبعدين بتعرفي انت صار الطقس شوي بارد، صح. لازم كل بنصح بكل العائلات يشربوا شوربه قبل الغداء. والله صادق صراحه مو شوي بارد شيف، كثير بارد. يعني انا بالبيت ابدا ما افتح المكيفات، وعلى طول بثلج وعلى طول بالبطانيه والجاكيتات، ونحاول انه فعلا نركز ناكل هالاكلات اللي بتدفي وتعطينا دفه. وطبعا صحيه دائما الشوربه، اول شيء بتكون صحيه صحه للجسم قبل ما ياكل المان كورس والحلويات. وبعدين نخفف من الحلويات، لانه الحلويات صاير السكري عم يطلع، وخاصه بدول الامارات، دوله الامارات والدول الخليج نسبه السكر عاليه. بتحسي بالناس انه كثير عندهم سكر. نحن هلا بدنا نبلش بهالطبق. هنبدا باي طبق؟ نعم. اول بدنا نبدا بالشوربه. تمام. طيب بما اننا رح نبدا بالشوربه، شايف خلينا نشوف مقادير الشوربه على الشاشه. رح تظهر الان مشاهدينا على الشاشه اللي هي ايش كانت الشوربه؟ قلت لي شوربه قمح هريس بالخضار. يعني كثير بسموها شوربه بارلي، بس كثير لذيذ. من وين هالشوربه تحديدا؟ هيدي سويسريه يعني. اها نعم. طيب بالنسبة لمقادير الشوربة مشاهدينا اللي راح يعملها الشيف وديع الآن، هي مخصصة مثل ما ذكر للأجواء الباردة، طبعا بتعطي الجسم دفع. إذا حيكون معانا مشاهدينا زيت وزبدة ربع كوب، وكوب بصل، وكوب هريس، وكوب جزر مبروش، وأيضا كوب كرفس مفروم، وايضا مشاهدينا راح يكون معنا كوب كزبره خضراء ومفرومه ايضا، وملعقه صغيره ملح، ورشه فلفل اسود، ومقدار 1 لتر من مرق الدجاج. حلو كثير. بس طبعا هلا حطينا نحن ملعقتين زبده وملعقتين زيت،
بدنا نحط تقريبا شويه ثوم معهم النار والعه. اوكي تمام. بعدين بدنا نحط هلا عليهم طبعا بصل مفروم طبعا كلهم مع بعض ما يعني ما نحتاج مثلا نستنى الثوم انه شويه يتحمر بالضبط. نعم لازم بس يدبل دبل شويه وبس يدبل طبعا شويه يدبل البصل والثوم مع بعضه بصير سقيت طبعا الجزر الكرافس بعدين الكوسه بعدين اخر شيء هذا بدي اقول لكم انه القمح هذا بيكون ناشف اول شيء بس سلقته انا نص سلقه مشان حتى نسهل الاستواء معه سلقته على طول بدون نقع لا غسلته ودغري على طول هو بينقع لازم ينقع ربع ساعه مشان يصير طري بس بما انه انا بدي اسلقه وخفف من يعني مشان يصير طري سلقته وصفيته بدون ماء نعم. هذه الشوربه كمان مشهوره كثير تعرف متى رمضان بالضبط سفرة ومائدة رمضان يعني من جد ما نستغني فيها عن شربة القمح بالزبط. بس احنا ما نحط معاها عادة الكرافس والجزر نحط بس الطماطم تكون حمرة شوي شوي ملقات بس هي أنواع شوربة الهريس أنواع يعني هلأ في منهم مثلا إذا حطينا مع كيوبات اللحم العجل كيوبات مسلوقة لحم العجل مع شوية كريمة صارت بارلي سويسرية 100% هلأ نحن عاملين عربية عاملها كذا وكذا من هنا ومن هنا نعم لا لو حطينا فيها كيوبات لحم مسلوقة عجل مع كريمة شوية كريمة صارت 100% سويسرية ممكن مثلا نحضرها بطريقة مختلفة نعم. بأننا نضيف دجاج أو نضيف لحم صح؟ نضيف لحم أو دجاج وفينا كمان مثل ما قلتي ملعتين معجون طماطم يصير لونه زهري معجون طماطم نعم. وطماطم كمان حبات نعم بالضبط يا سلام نعم طبعا حطينا الجزر دبلة البصل والثوم مع الزيت حطينا طبعا حطينا الجزر اول شيء لانه ياخذ وقت صح؟ لا شوي يعني بدون لانه اقسى الجزر من السلري ومن الكوسه هلا شو سلري سلري كرافس هو سلري ذكرتني 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 بالراتب بس خص الراتب السلري احنا نعرف انه هو راتب بالضبط بس في عندي كلمات نفس اللفظ تعطي غير اسمها وفي كلمات يعني متشابهه وغير متشابهه احنا عندنا مشكله باسامي الخضره والفواكه غالبا بالزبط. بالانجليزي يعني كلهم نعم بما انه دائما نستخدمهم بالضبط بما انه نحن هون دائما بنشرك الانجليزي مع العربي يعني هيدي لغه المجتمع يعني صادق من جد صح سوري. سوري هلا حركناها صح شيف يعني من امس ملاحظه نعم بالضبط شكلك ظاهر ماخذ برد او اخذ سلامتك اخذ برد بس صح والله صراحه عندي شوي برد كمان مع الاجواء ما تنسى نعم الاجواء تغيرت من جد الواحد لازم يحط يعني يعمل احتياطاته يتدفى على طول يشرب سوائل دافيه بالزبط. يكثر من الشوربه هذا السبب اللي احنا قاعدين نسويها بالضبط لهالسبب اليوم انه انا شوي عندي برد عملت شوربه سلامة قلبك الله يسلمك بنحط لهم شوية بقدونس معهم مرة ثانية خلينا نعيد نذكر المشاهدين أضفنا أول شيء ربع كوب الزبدة والزيت حطينا الثوم البصل قلبناهم شوية لين دبلوا ونخلطوا مع بعض بعد كذا أضفنا الجزر أضفنا الكرافس أو السلري زي ما أنت تقول شيف وديع والكوسة والكزبرة الخضراء صح؟ ليه كيف صار لونه شو حلو؟ يا سلام نعم هلا وأضفت كمان خلاص أوريدي الهريس إي نعم حطيت الهريس معه هلا بدي احط معهم مرق دجاج تقريبا هلا وصار عندنا هالشوربه بس تغلي بتكون يعني بدا نص ساعه بتكون جاهزه هيدي اول اول طبخه نعم هلا عندنا نحن بدنا نولع ثانيه اللي هو بالزبط. صينية الدجاج بالخضار بالكريمة نعم واو في جبنة كمان الله الله هذه من الأطباق اللي المفضلة عندي كثير أحبها صراحة بالزبط. وفي في مجال إنه أنت تتفنن تضيف كريمة تضيف صوص تضيف أشياء مختلفة
طيب خلاص، بما انه احنا خلصنا من طبق الشربة اول حاجة مشاهدينا، خلونا مع بعض نشوف مقادير الطبق الثاني لدجاج الكريمة مع الخضار. راح نحتاج مثل ما راح يظهر الان على الشاشة نص كيلو دجاج صدر او صدور دجاج، وملعقتين طعام زبدة وزيت، نص كوب طحين، لتر حليب طازج، وكوب جزر مقطع، ملعقة صغيرة ملح، رشة فلفل اللي هو فلفل أسود، وربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب، وكوب فطر مقطع شرائح، وكوب جبنة مبروشة، وأيضا كوب كريمة طازجة. يا سلام، حلو كثير. بدأنا بإيش؟ نعم، هلأ حطينا نحن طبعا الزبدة وزيت، زبدة وزيت زيتون. بدنا مثل ما شايفين أعزائنا نحركهم شوية، بدنا نضيف عليهم طبعا شوية ثوم، هذا نتفة ثوم صغيرة. يا سلام، بس نفس هاي أسميها أنا الأساس في كل وجبة أو في أغلب الطبخات. نعم. نفسها. نعم. زبدة وزيت ثوم. إيه بالضبط، بدنا نحط البصل معها، هذا البصل طبعا مشان تتقلى شوي وتعطينا الطعمة اللي بدنا اياها اللذيذة. هلا هون بدي اقول لك خلود ولاعزائنا المشاهدين، هذا هون قطعنا تقريبا اربع كوسيات، ثلاث جزرات، حطينا تقريبا نص حبه بروكولي، سلقناهم نص سلقه، لازم يكون معنا بهالشكل، شفتي شو حلو. بعدين هون عندي انا الفطر الطازه مغسول، بدي احطه عليهم هون، هذا بدي طبقها مثل ما قلت لك. الفطر ما سلقته كمان؟ الفطر مو مسلوق صح؟ لا مش مسلوق، لانه الفطر هو عاده بيتاكل ني مع السلطات وهيك، ومش بحاجه لسلق هيك مثل ما هن الحبه. بدي هلا انا احط معهم طبعا الدجاج، هذا الدجاج قليته شوي بشويه زيت، وبعدين حطيت له انا ملعقه صغيره كاري. بدك تساليني ليش اسمها، وانا اقول من وين جاي اول ما دخلت الاستديو شميت ريحه الكاري. نعم، هيدي اضافه مني انا، هيك بحبها وبتطلع لذيذه بشكل انه في لها طعمه. صح، فكرت اليوم انه خطنا رح تكون هنديه. نعم لا، بس طلع سيف الدجاج. نعم حلو كثير. هلا بدي انا احركهم. حطيت معاه كاري شويه، بس حطيت كمان معاه فلفل وملح بهرته. لا الفلفل الملح هلا بدي احط لهم هون شويه ملح وفلفل وجوز الطيب. اوكي نعم، هلا بحطهم معه شوي هيك وبحركهم لمنشان لحتى هوني خلينا انا بتدبل البصله شويه. طب هنا ايش حتحط؟ نعم هلا بدي احط عليهم الطحين. اوكي، وبعدين سقط عليهم ال، هلا بدي اضيف عليهم هلا دبله البصله، بدي اضيف عليهم تقريبا ملعقتين طعام طحين وقلبهم شويه هيك يتمازجوا مع بعضهم بهالطريقه منشان لحتى هيك وقت اللي انت بتقليهم مع الطحين ما وقت اللي بتقلى الطحين مع الزبده بيروح طعمه الطحين، بصير الطعمه اللي بدنا اياها لذيذ كثير. هلا انا بدي احط طبعا هون كريمه وحليب يعني مع بعضه. نعم يعني هلا في الزبده او بالبصل. نعم هلا بدنا نحط شويه طبعا نسقط فوق منهم الحليب، بس على فكره انا كمان ضايف عليهم هون شي كوبين كريمه مع الحليب، وهذا كوب كريمه كمان. نعم. طب ليش اضفنا كريمه هنا وكريمه هنا؟ لا هني على اساس انه مثلا بديش انا كميه كبيره، اضفت يعني هي وحده كريمة مع الحليب. نفس الشيء اللتر موجود، بس أنا منشان لحتى مستقية إنه كوب كريمة رجعت ضفته على جنب لأنه مكتوب كوب كريمة. عرفتي كيف؟ يعني ما تفرق هي بالأخير، كلهم في الأخير رح نخلطوا مع بعض. بالضبط. أوكي نعم بالضبط، يعني عرفتي كيف شو قصدي؟ نعم. جميل. نعم لهالسبب حطينا كوب كريمة منشان المستقية. هلا خلود بالفعل
يعني انت امبارح طلع الحلو حلو. مع الاسف مع الاسف انا امس قد ايش كنت متحمسه يا الله قد ايش كنت متحمسه اني اذوق الحلو بس بعد ما خلصنا الحلقه اضطريت اني انا اطلع بسرعه وراح علي الطبق والله بس انا متاكده انه كان لذيذ بشي لذيذ كثير كثير يعني هالطبق اللذيذ هلا شفتي كيف عم نعم نحركهم كلهم سوا وحطينا الملح والبهار وجوز الطيب معهم هالطبق اخر شيء بنضيف له عليه بس اللي شوفي انت البروكلي كيف لونه اخضر في عندك ناس بيسلقوا البروكلي وبصير لونه مش اخضر وكيف سلقناها شيف سلقناها بالمي حطينا مع الموية شيء ولا نعم نتفه ملح صغيره وبعدين البروكلي مش لازم تنسلق الزياده عن اللزوم يعني بدها 5 دقائق بس تغلي المي 5 دقائق خلصت طب سؤال مهم احنا سلقنا كل واحد من الخضره لوحده ولا سلقناه مع نعم لا سلقنا الجزر والكوسه مع بعض نعم وبعدين سلقنا هذا لحال ليش لانه منشان اذا بدي انا مشان المنظر اذا بدي اسلقهم كلهم سوا في بيطلع حبوب من معه انا ما بدي يطلع حبوب بدي يضلي كل شيء مثل ما هو صح نعم هلا حطينا نحن كل المكونات عليها وهون الشوربه بلشت تغلي اي نعم حلو كثير هلا ناطرين نحن مشان لحتى تغلي الصوص يعني هذه حنخلص منها نحطها بالفرن حتصير زي البشاميل صح؟ اي نعم مثل البشاميل بطريقه بس هيدي في منهم بحطوا لها لحمه مكعبات لحمه مثل مكعبات الدجاج في منهم بحطوا لها دجاج اليوم عملناها نحن بالدجاج بس خضار بالدجاج صحيه وخفيفة يعني مع هالصوص الطيب وانا حبيت انه انت اضفت بهار يعني خارج كليا عن التشكيله كلها اللي هو الكاري نعم ايه هيدي على مع الدجاج تعطينا الطعم بالفعل خلود الطعم تبع الدجاج بس حطي انا احب الكاري ايه مع نتبة كاري بتحسيها يعني خاصه بدول الخليج بحبوا الكاري حتى انا مني انا بحب الكاري سبحان الله ايه صح شيف وديع ما اقاطعك يعني انا اليوم لاحظت في اختلاف في المكونات اليوم اول شيء طبخه كثير حلوه وسهله وسريعه ولاحظت اليوم استغنينا عن القرفه عن ورق الغار عن البهارات الثانيه اللي دائما احنا نستخدمها يمكن لانه الطبخ اليوم مش من المطبخ الشرقي او بلا بس الخليجي. ولكن انا اليوم بس هذه انت قلت لي عاملها بطريقه مش سويسريه اليوم طريقه عربيه لو طريقه سويسريه بدي اضيف لها مكعبات اللحم العجل مسلوقه وبدي اضيف لها كوب كريمه معها بتصير لونها ابيض هلا نحن عندنا على طريقتنا يعني مثل ما بنحبها نحن هيك بس لا اليوم نعم اليوم ما شاء الله اليوم الطبقين كمان في تجانس بالالوان ايه نعم كل الالوان اللي هنا موجود بضيف لها شويه ميه لانه نعم حلو واو. ايه شفتي كيف هاللون الالوان الحلوه سبحان تفتح النفس يعني والقمح كثير لذيذ هلا مثل ما شايفين اعزائنا المشاهدين بنغطيها مشان حتى تستوي على القليله بدل يبغى لها وقت شوفي هوني بدات تتخن نعم بدات تتخن شوي ما بدي اياها تتخن كثير يعني كميتها مضبوطه 100% هون مثل ما شايفي انا شايف مثلا هون جات الخضار كميه كبيره والصوص عليه مش كافي بدي زيد له انا تقريبا شيء نص كوب مي طب كده معناها ممكن نزيد الكريمه او الحليب لا نفس الشيء بس بدي احط لهم انا هلا طبعا شويه ملح وشويه لسه تبغى كنت ابغى اقول لك حطيت بهارات ولا لا نعم ما حطيت الا انا ملح هيدي تقريبا بدا ملح هالقد وبدا شويه فلفل اسود شيء بسيط رشه صغيره هيك بسيطه بس هيها وبكون صار القصة كاملة متكاملة بس يعني انت حبيتي هل كثير ايه وبعدين البهار بالطيبة بتسأليني ما حطيت هوني جوز الطيب انا حطيت هوني نتفة صغيرة جوز الطيب مع الملح
ومع البهار الابيض. حلو. نعم. هي هلا هلا بدي انا نحتاج نخليهم كمان شويه يتخنوا ولا خلاص؟ ها يحتاجوا يتخنوا؟ يحتاج الصوص انه يتخن كمان ولا خلاص؟ لا خلاص بس يغلي غلي غلوي بعدين من بس غريبه ليش طفت النار؟ لا 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 مش انتي هاي طفت. لا ها هلا دغري هي بت يعني بس تصير حراره قويه بتخف لحالها وبتقوى شفتي بقى يعني حراره بتضلي محافظه على سيفتي. نعم برافو عليكي. هون نحن هلا ايوه بلشت تغلي خلصت ماش بدي انا تغلي على الشرم. نعم هلا انا بدي احطها على القويه هو طب يعني هلا انت بدك مشان دائما الاكل تضلي طيبه بدنا اياكي تكوني حضرتك الله حبيت يعني يعني بحس انا انه لازم تشاركيني معي بالمطبخ وبعدين نقلبهم بهيدي. لا بس اكيد لمساتك الشيف الاول والاخير هي اللي بتعطي الطعم. الله يخليك. يعني احنا بس نحاول انه ايش نعم نساعد شويه. ايه هلا الله عليك الله عليك مشان بعدين تطلعي ست بيت من الطراز الاول يعني ان شاء الله. ان شاء الله بس افكر كمان انا باجي اخذ كورسات. الله يخليك محترمه من عندك. نعم امهلي يعني انا من مسكتي للملعقه او هال. نعم حلو كثير. بتحس فعلا انه الصوص مو مره سميك ولا تخين بزياده. بالضبط. ايه شفتي كيف يعني معدله انه مش وسط. نعم وصل هيك بتكون بعدين الطعمه بتكون لذيذ كثير طعمه اهم شيء. يا سلام يا سلام اللمسات الاخيره من يد الشيف خلود. ايه الشيف خلود صح. يعني بصراحه دائما يعني عندك لمسه معانا وحتى الناس بيسالوني انه بالفعل خلود شطوره معك بالطبخ يعني والله ما يعني عم بشوفوك. الله عليك كلامك يسعدني والله. يا سلام يا سلام. نعم شفتي كيف صراحه. ايه وهون هلا بدي اعطيكي هيك بدي اعزائنا المشاهدين هون بس اذا حسيتوا مثلا انتم هيو عم تغلي مثلا الطبخه اي طبخه عم تغلي لازم طبعا تحطوا لها اذا غليت لازم نشيل نحن شفتي كيف يا سلام الله عليك شو شو هاليوم عارف كيف كده شكل الخضره وهي إيه؟ غرقانه بالكريمه اليوم برافو عم توزعي الكريمه يعني كأنك معلمه من الطراز الاول. تعليمك والله شيف وديع. الله يخليك يا ربي. وبعدين بدي اقول لك شغله صغيره وهون طبعا وقت بنحط نحن الشوربه ولا اي شيء طبخه على النار بيطلع لها زبدي. هذا بتشيله. هذا لازم ينشال الزبدي. طب ايش يضر لو خلينا فعلا صح دائما اشوفهم يشيلوا بس ايه بشيلوا هيدي ايش الضرر لو خلينا؟ لا بس يعني احلى يعني من مش مستحبه. ايه حتى انا صراحه دائما اشيلها. ما بحبها انا كمان بحب اشيلها دائما. والله عليكي الله لمساتك الحلوه. يا سلام الخضره صاروا ايه مختلطين بالكريمه. الله تسلم ايديكي تسلم ايديك هي ذاتها 100% الله. يا خلاص حطيها هون خلصنا. هلا بدي انا بدي احط الجبنه عليها بهالطريقه. ايش الجبنه اللي استخدمناها اليوم؟ هيدي جبنه مازوريلا. مازوريلا يا سلام. ايه هي جبنه مازوريلا يعني وهون يعني اكثر خليط الواحد ينبسط لما يسمع انه هو موجود في اي طبخه الكريمه والجبنه ومطبوخ بفرن وبصينيه. يا سلام الله عليك. بس نقدر نستخدم نوع ثاني شيف يعني الواحد سبحان الله وبعدين بس يكون عم بيعمل هو بايده الله الاكل
بنفس طيب ولذيذ. شوف كيف جبنا ما شاء الله بسرعة بسرعة ذابت. يا سلام. من بعد ما طبعا خلود حطت الكريمة بهالطبق الخضار المميز حطينا وهلأ بدنا نحطه بقلب الفرن تقريبا بده ربع ساعة في 15 دقيقة. يلا نكون إن شاء الله إحنا خلصنا الهواء وجيتك مرة ثانية. بس نحن دايما بدي أقول شغلي إنه إذا كان مثلا في نقط أبيض على جنب ال هو ما في شيء بس يعني نصيحة إنه لو هو كان في نقطة كان في نقطة أنا أشهد نشيلها على أساس ما تحترق. يلا حلو. هلا شوفوا كيف أعزائي المشاهدين بتكون بنحطها بالفرن لمدة ربع ساعة مشان وبعدين يا سلام يا سلام. خلاص كذا احنا خلصنا الوجبة وهالفقرة الجميلة رح نرجع نشوف الشكل النهائي ونتذوق مع الشيف وديع ومن مطبخ الشيف وديع. نطلع لفاصل قصير ورجعينا تروح بعيد. اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. كالعاده احنا دائما متعودين بعد فقره المطبخ ننتقل الى فقره نتعرف فيها على معلومه صحيه وطبيه جديده والى فقره الصحه. أصبح متداول في الآونة الأخيرة استخدامات البوتوكس والفيلر بين النساء، حيث كانت هذه المواد معروفة من حيث الاستخدام في عمليات تجميل البشرة والجلد، ولكنها في الوقت الحاضر أصبحت تستخدم في مجال مختلف كلياً ألا وهو مجال طب الأسنان، أيضاً الذي يقوم بوظيفة تجميلية لهذه الأسنان بشكل ملحوظ مشاهدينا. وحول هذه التقنيات راح نتعرف طبعاً على إيجابياتها وسلبياتها مع المتواجدة معنا ضيفتنا بالأستوديو دكتورة داليا كوكش طبيبة الأسنان. أهلاً وسهلاً بك دكتورة، يسعد صباحك. أهلاً فيك، حياك الله معنا. فعلاً موضوع إحنا دائماً نسمع فيلر معنا جلد وجه والبوتوكس عموما، بس اول مره نسمع عنه في مجال الاسنان، فياريت تخبرينا اكثر عن هذا الموضوع. اوكي، هو بشكل عام البوتوكس والفيلر بالفتره الاخيره زي ما انت حكيتي انه بيستخدم كثير بالجلد والبشره، فصار كمان انه بالاسنان طب الاسنان انه بيعمل الابتسامه افضل، فممكن انه يعملها بطريقه افضل بحيث انه يخلي الواحد يبتسم ابتسامه حلوه، يكون الشفايف متوازنه زي ما هي كمان مع الابتسامه. اوكي طيب نبغى نتعرف اكثر، يعني احنا نتكلم عن حاجتين مختلفين كليا الا هو الفيلر والبوتوكس. يعني احنا اريد نعرف في مجال الجلد والتجميل انه استخداماتهم ووظيفه كل منهم مختلفه، ففي مجال طب الأسنان كمان نبغى نعرف إيش وجه الاختلاف ما بين الفيلر والبوتوكس، وأيضاً نبغى نعرف استخدامات كل واحد فيهم. أوكي، هو البوتوكس بشكل عام هو مادة بروتينية. هاي المادة البروتينية بتنقل الأعصاب تنقل الشبكة العصبية من الأعصاب للعضلة. فشو بتعمل؟ بتعمل على تقليص العضلة. فشو بتصير؟ فبتصير استخداماتها بالمجال طب الأسنان إنه مثلاً ممكن واحد يكون عنده ارتخاء بالعضلة، تحط له بوتوكس يرجع العضله زي ما كانت. ممكن بالابتسامه اللثويه نستخدمها. ممكن نستخدمها برضه في علاج التقويم، ممكن برضه للتي ام جي بروبلم اللي هي المفصل الصدغي. اوكي، للواحد اللي مثلا عنده زي كليكينج او العضه الطقه اللي هي هون بالفك. ايوه اللي فيها بتكون زي طقطقه، لو نحط فيها برضه البوتوكس ممكن تعالجها، يصير الواحد مثلاً إذا عنده ألم فيها تخف الألم. يعني إحنا دائماً دكتورة نسمع في كثير من الأشخاص يلجأوا إلى التقويم عشان يعالجوا هالطقطقة اللي بتصير، فممكن إحنا نستغني عن التقويم؟ هلا التقويم عادةً هو دائماً نطلع على المريض، مش كل واحد شبه الثاني. ممكن واحد يحتاج تقويم برضو بوتوكس برضو أحياناً جراحة. بس كل واحد حسب حالته، حسب حالته بالفعل. بالنسبه نرجع للبوتوكس والفيلر، انت ذكرتي عده اشياء للبوتوكس، حالات ان ممكن اللي يلجا فيها الاشخاص يلجأوا فيها للبوتوكس والفيلر. يعني احنا ما نبغى نطمن المشاهدين اكثر ونبغاهم يكونوا خاصه، يعني احنا دائما نقول كل مره نتكلم في موضوع الاسنان يعني نذكر قد ايش هالعياده عياده الاسنان من العيادات اللي بيخافوا منها
الكثير واغلب الناس حتى لين يوصلوا ما شاء الله اعمار كبيره. نعم. فالالم التخدير هالجوانب ايش وضعها هلا؟ زي ما انت حكيتي كثير ناس لحتى اعمار كبير كثير بتخاف من طب الاسنان. بس عاده انه لازم نجاوب معهم مثلا قبل ما نبلش على الخطوه نحكي لهم بشكل عام انتوا رح تدخلوا على هيك 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 حيصير معاكم. لازم نوضح لهم الخطوات كامله. بالنسبه للفيلر والبوتوكس الالم مش كثير حيكون متواجد. عرفتي كيف؟ انه انت عم تحقني شيء خفيف حيكون في تخدير اكيد. أوكي. بس تخدير مو عام، تخدير موضعي. موضعي إيه؟ يعني معناته ان هي عباره عن حقن بسيطه صغيره ممكن ما نشعر فيها ابدا، نفس اللي بتصير على الجلد يعني في الحالات الثانيه. بحطوا زي طبقه من الكريم اللي هي مخدر. أيوه. بعدين بحطوا الابره فما راح تحس باي شيء ثاني. طيب بالنسبه لهالعمليه دكتوره، يعني هي غالبا هي عمليه تجميليه صح؟ لاغراض تجميليه هي عمليه حقن الفيلر والبوتوكس. وهي الاشياء تجميليه بطب الاسنان. بتعرفي في كثير ناس مثلا بيكون لما يبتسموا تكون عندهم مثلا شفه من اعلى من مكان واوطى من مكان. يعني بتكون مثلا هيك، عرفتي كيف؟ فلما نحقنها بفيلر بتنزلها بتعملها مستويه. فدائما بيجي المرضى مثلا بيحكوا لك احنا ابتسامتنا مو مستويه. فالحل الوحيد انه شو يكون؟ نعملهم فيلر. فبتشو بتصير عشان تتساوى الابتسامه. انه في كثير ناس بتجي بتحكيك احنا عم نعمل فينير بس ما عم ناخذ الابتسامه اللي احنا بدنا اياها او الشكل المطلوب اللي هم اساسا متوقعينه. يعني هم متوقعين مثلا يكون شكل 100% بس بسبب الابتسامه مثلا او شيء زي هيك بتكون لا. صحيح صحيح. طب هذا العلاج دكتوره هل ممكن اليوم احنا نعتبره انه هو علاج مؤقت ولا بيدوم لفتره طويله؟ هو ما في شيء مو مؤقت صراحه. علاج البوتوكس والفيلر عادة كل 6 شهور بتطلب انه يتغير. ولازم تكوني مع دكتور ممتاز عشان تكوني دائما تاخذي الاجابات الممتازة يعني. كمان يعني في امور وعدة امور لابد انه احنا نراعيها، يا ريت نتذكرها او تذكريها لنا دكتورة بعد حقن البوتوكس وبعد حقن الفيلر، ايش هي الامور اللي لابد علينا انه احنا نراعيها؟ اسلوب حياتنا، في اكلنا، استخدامات معينه ممكن لازم نتخلى عنها. هلا شوفي طبعا انا بشكل عام بنصح المشاهدين انه اذا بدهم يعملوا بوتوكس او فيلر يعملوها لاسباب علاجيه مو لاسباب تجميليه. يعني على سبيل المثال لو يعني مثل ما ذكرتي نعالج الانحرافات أو الأشياء اللي زي هيك بطب الأسنان، إنه صراحة لو صار في سوء استخدام أو عدم وضع البوتوكس بطريقة ممتازة أو طريقة صحيحة ممكن يصير مشاكل كتير كبيرة للمريض. ممكن يصير في مضاعفات. مضاعفات. طيب إيش هي إيش هي مثلا المضاعفات أو الأعراض الجانبية للفيلر والبوتوكس؟ هلا لنفرض المريض نحقنها بطريقة غلط. طبعا يمكن عشان يرجع زي ما كان من قبل يحتاج لجراحة. واو. انه لازم يكون يعني شيء، عرفتي كيف؟ شيء متماكن. معقوله توصل لهالمرحله؟ بتوصل لكثير مراحل. الخطا ممكن يكون بسيط. الخطا ممكن يكون بسيط بس له عواقب وخيمه كثيره. اوف. يعني طيب كيف احنا نتجنب هالعواقب دكتوره؟ كيف نتجنب انه نقع في هالاخطاء البسيطه من قبل الاطباء؟ هو دائما الاحسن انك تروحي عند دكتور عنده خبره كثير في الموضوع. يكون عنده خلفيه كبيره عنها. انه لو صار مثلا انه ما كان عارف هو شو عم بيعمل او ممكن جديد يكون على لساته على المهنه ممكن يصير في لخبطه زي هيك. صح. ف يعني احنا لازم نعمل اللي علينا واكثر من اللي علينا عشان نسال عن التاريخ الطبي وخبره الطبيب طبعا اللي احنا رايحينه ورايحين له. ممكن كمان نشوف نطالب بعينات صح ولا ايوه لا. اهم شيء المواد كمان، اذا كانت المواد سليمه بتؤدي الى اشياء سليمه. المواد اهم صح. خصوصا انه مع الاسف في يعني جات فتره انتشرت كثير المواد التقليديه والمغشوشه. نعم. الحمد لله يعني اليوم يعني وزاره الصحه بدوله الامارات اهتمت بانها تتصدى لها المواد. خلينا نتكلم دكتوره عن العمر، هل في عمر معين مناسب للفيلر او للبوتوكس؟ هلا ما في عمر معين بس دائما ينصح انه يكون ما بعد 18 سنه بيكون مرحله النمو وصلت عند المريض او المريضه يعني خلص، عرفتي مرحله النمو خلصت يعني يكونوا بعد مرحله او سن البلوغ خلينا نقول. نعم. بس مثلا حالات طارئه، يعني هل في حالات طارئه بعمر صغير ممكن الواحد لازم يعني يقوم بهالعمليه؟ لا
ما في يعني تحت 18 سنة ما أتوقع إنه في حدا هيحتاجها. إنه بتعرفي مرحلة قبل 18 سنة ممكن إذا كان بدهم ابتسامة أفضل يلجأوا للتقويم لحد ما يخلصوا المرحلة هاي. بعدين بعد 18 سنة فيهم مثلا يعملوا البوتوكس أو فيلر إذا احتاجت الشغلة. طيب يعني الحمد لله احنا سلطنا الضوء او حاولنا انه احنا نسلط الضوء على ابرز الجوانب. احنا الان بنتابع بعض الصور طبعا للفرق اللي يطرا على الابتسامه بعد حقن الفيلر والبوتوكس على الشاشه. مثل ما نشوف مشاهدينا فعلا هو تغيير جذري, تغيير كبير. ومثل ما ذكرتي دكتوره انه الابتسامه هي سنتر او المركز, مركز الوجه خلينا نقول, اللي اول شيء يعني اول ما نشوف اي شخص تجي عيننا على ابتسامته. صح. ففعلا يعني هذا موضوع بيأثر على كثير من الاشخاص حتى نفسيا في انهم يخبوا ابتسامتهم. في يعني ما شاء الله الطب في تقدم وتطور والحمد لله الحلول عندنا اليوم كثيره متنوعه. وممكن يعني في حالات معينه مثل ما ذكرتي تحتاج اكثر من عمليه, اكثر من بروسيس. يعني في الاخير احنا ما نقدر نختار, وانما احنا يعني نكون يختار لنا هو الطبيب او الدكتور, هو يختار لنا طبعا ايش المفروض احنا نعمله على اساس نحقق هذه النتيجه. دكتوره ايش حابه تقولي يعني نصيحه عامه لكل اللي حابين انهم هم يقوموا بعمليه الفيلر والبوتوكس على اساس يحصلوا على ابتسامه جميله؟ هلا طبعا انا دكتوره اسنان, واهم شيء بتطلع عليه زي ما انت حكيتي الابتسامه. الابتسامه ما في مثلها. فلما بده يجي مريض او بده يقبل على البوتوكس والفيلر, انا صراحه بنصحهم ياخذوا هذه الايجابيه, انه الجهه الايجابيه للبوتوكس والفيلر بما انها حتعمل ابتسامه احلى, حتغير الوجه, حتغير كثير. بس لا تعملوها لاسباب خاطئه. اكيد اكيد لازم اول شيء البحث بشكل كبير ويعني دقيق, وبعد كده اذا وصلنا للشخص المناسب وللطبيب المناسب راح يعمل لنا التقنية أو راح يقوم بعمل هالآلية طبعا بالشكل الصحيح ونحصل على نتيجة جميلة. نشكرك جزيل الشكر دكتورة داليا كوكش طبيبة الأسنان على هذا اللقاء وهذا الحوار, ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. شكرا. إذا مشاهدينا لسه مكملين, فاصل قصير وراجعين. حياكم من جديد مشاهدينا. ما زلنا مثل ما ذكرنا في البداية بنحتفل مع أصدقائنا من أصحاب الهمم بهذا اليوم, اليوم العالمي لأصحاب الهمم والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام. وإحنا الآن راح ناخذ تجربة مميزة تحدث طبعا على كثير من الصعاب والعوائق في حياتها في هذه المداخلة الهاتفية اللي راح نتطرق من خلالها على العديد من المحاور. راح يكون معنا مشاهدينا نايف المزروعي أحد أصحاب الهمم البارزين. يسعد صباحك نايف, حياك الله معنا في صباح الخير يا وطن. الله يحييك. بداية نبغى نعرف كيف قمت بالاحتفال طبعا, وماذا خصصت تحديدا لهذا اليوم, اليوم العالمي لأصحاب الهمم؟ والله في هذا اليوم أفضل أني أكون مع أصدقائي من أصحاب الهمم. نعم. نقعد وغالبا إحنا نمارس الرياضة يعني. ما شاء الله عليكم طبعا, كل التحية و لكم ولجميع أصحاب الهمم طبعا, لأنكم قدرتوا اليوم أنكم تقفوا وتبدعوا وتبرزوا في شتى المجالات. ومثل ما ذكرنا إحنا في بداية الحلقة من صباح الخير يا وطن اليوم, أنه فعلا الإعاقة الحقيقية ليست إلا إعاقة فكرية وإعاقة عقلية, ولا شك أنه أنتم لا توجد لديكم هذا, لا يوجد لديكم هذا النوع من الإعاقة, وإنما برزتوا وأبدعتوا في مجالات عديدة. خلينا نتكلم أكثر عن العمل الذي تقوم به نايف, وكيف تغلب طبعا على وجود هذه الإعاقة. أولا أنا الحين طالب بالجامعة. طبعا هذه فترة ما تعتبر صعبة بالنسبة لي كثر فترة المدرسة, بداية المدرسة. نعم. اللي هي كانت يعني بالنسبة للكل شيء جديد, كيف طالب من الاحتياجات يكون مع صحيح طلاب. صحيح. بس
خبرنا أكثر نايف عن الخدمات والامتيازات التي وضعتها الوزارات والجامعات لأصحاب الهمم، وكيف ولقيت التعامل طبعاً ويعني السلاسل اللي وجدت فيها الخدمات؟ والله التعامل طبعاً راقي، ولكن من ناحية الخدمات والمنح الطالب من أصحاب الهمم يعامل معاملة الطالب العادي يعني. إذا تبى تحصل على المنحة في شروط، وفر هذه الشروط وراح تحصل على المنحة. يعني ما في شيء مميز منك أصحاب الهمم تحصل فيه على يعني، وما في فروقات طبعا ما بين الأشخاص الآخرين. في الأخير أنتم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وفي العديد من المحافل والعديد من الفعاليات تميزتم وأبدعتم وتفوقتم وقدرتوا أنكم توصلوا رسالة الخاصة بكم، ممكن أشخاص عاديين آخرين ما قدروا يوصلوا هالرسالة. نايف، نبغى نتكلم أكثر كمان عن التسهيلات التي تقدمها لك جهة العمل. والله حرفياً الجامعة موفرت لي كل شيء، أقدر أوصل لأي مكان بالجامعة، أقدر أسوي أي شيء أبغي، سواء من مصاعد، منحدرات، طرق مخصصة لكم، أيوة باركنات، كل شيء موجود الحمد لله، وأي شيء أنا أحتاجه إضافي أقدر أطلبه منهم، يعني موفرين موظفين اللي إحنا نحتاجه. جميل، الحمد لله دولة الإمارات حرصت أنها تجعل من كل شخص من أصحاب الهمم مستقلين ذاتيا، و يعني أصحاب شخصية مستقلة، مدركين أكيد وواعين أنكم تقوموا بكل الأعمال بدون ما تلجأوا للمساعدة وبدون ما تطلبوا المساعدة. الحمد لله هذا هدف من أهداف دولتنا الحبيبة والغالية. خلينا يعني حابين نلتمس شعورك اليوم باحتفال العالم كله بهذا اليوم، إيش الشعور اللي تشعر به في احتفالهم بهذا اليوم؟ والله بالنسبة لهذا اليوم دائما يذكرني كيف إن المجتمع نفسه تطور، يعني بالبداية كنا نواجه صعوبات هنا كمعاقين، ولكن الآن صار مرحب فينا أكثر، صرنا جزء لا جزء نفس ما قلتي. نعم، فهذا يعطيك شعور بالإنجاز يعني، وتحس إن صار لك دور أكبر من ما كان قبلها بكم سنة. فعلا أنا الشخص أقدر أعيش بنفسي، أقدر تعتمد على نفسك، كل هذه الأمور الحمد لله توفرت، فنقدر نقول إن الشعور لا يوصف. الحمد لله، وهو أنتم فعليا ما صرتوا جزء، ولكن أنتم فعليا جزء لا يتجزأ من المجتمع مثل ما ذكرنا في البداية وخلال الحلقة، أنه العديد من أصحاب الهمم استطاعوا أن يفتحوا باب للرزق خاص بهم، يعني على غرار العديد من الأشخاص الأصحاء والطبيعيين اللي ممكن لم يكن أمامهم حجج غير التكاسل يعني الإهمال وعدم وجود العزيمة والإصرار والإرادة اللي موجودة لديكم. في هذه المناسبة الجميلة نايف، يعني هل هناك كلمة حابب أنك توجهها طبعا للمجتمع وللأفراد والحكومة؟ اولا اهني كل اصحاب الهمم بهذا اليوم، اهني كل شخص من اصحاب الهمم اللي كافح ووصل للي هو واصل له. ثانيا اوجه الشكر والحمد بعد لله، ونعم ثانيا لله. للحكومه والشيوخ اللي ما قصروا ان وصلونا للي احنا قادرين نوصل اليوم، وايضا مو بس لنا احنا، الوعي الشيوخ والحكومه ما قصروا، انه الوعي زاد في المجتمع نفسه. صحيح، وصار صحيح. الشخص لما يشوفك يفتخر فيك. صحيح، كثير من الناس يعني كان لهم لمسات يعني في حياتنا. صحيح بالفعل، ونحن أكيد فخورين بك وسعيدين بهذه المداخلة الهاتفية معك نايف المزروع. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وكل عام وأنتم بألف خير. يعطيك العافية. إذن مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا، وكالعادة مثل ما ذكرنا وعدناكم أنه راح نروح عند الشيف وديع عشان نشوف الشكل النهائي لطبقنا. خلونا نشوف معه. طبعا أعزائي المشاهدين شفتونا في سياق الحلقة كيف عم نعمل
هالطبقين المميزين اليوم. طبعا عملنا شوربة القمح بالخضار اللذيذة، وعملنا طبعا كمان اليوم طبق خضار بالدجاج مع الكريمة والصلصة البيضة الطيبة. وطبعا أعزائي المشاهدين نبعدكم بطوخات جديدة وأكلات جديدة، وتابعونا ونرجع لإلك يا خلود. يعطيك ألف عافية شيف، واستمتعنا كثير معك. ومشاهدين احنا كذا وصلنا لنهاية حلقتنا من صباح الخير يا وطن، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكافة الفقرات. تابعوا الإعادة الساعة 1 صباحا بتوقيت الإمارات، كافة الحلقات على يوتيوب. نلقاكم غدا في حلقة جديدة، ولا تنسوا دائما أنه الإعاقة الفعلية هي الإعاقة الفكرية والعقلية، والإنسان بإرادته وعزيمته يقدر يوصل يحقق أهدافه. نشوفكم بكرة في أمان الله.